اشتري الاغراض. طيب تقضى شهر شكله ذا. ايوه 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 شيك شيك شيك. ابي هذه ابي هذه ابي هذه. ايش تاخذ ايش تاخذ ايش تاخذ؟ ابي امي تحبني. لا لا يا ابن الحلال وش تحب امك؟ تحبك هوا. يا ربي هذا الانسان ذا. هذا بيتكم؟ ايه. يلا. يا ابن الحلال طيب سكر الباب يا انت. يا ليل ذولي بعد. يا ولد. يا اهل البيت. هلا. شو اخبارك؟ ما شاء الله ما شاء الله وش ذي الاغراض؟ ابوي ما جاب الاغراض مثل كذا. يا عيال دخلوها دخلوها دخلوها. اخبارك؟ وش الاستراحة؟ يا شيخ رخن يا شيخ اركب اركب. لو سمحت لحظة يا ابوي. هلا. انا ثاني ماني بواهم. انت اللي شفتك بالمقبرة وبعزة ابو محسن الله يرحمه وبالأمارية غديتنا، هو أنت؟ إي أنا اللي غديتكم، أنا الهرش. نعم الهرش. هلا والله وسهلا. وأشوف ما شاء الله ملبقن موترك عند بيت الشيخ محسن الله يرحمه. وش عندك بذا؟ أبشرك تزوجت مرت الشيخ الله يرحمه وأمورنا طيبة وصرت جار لك. ابشرك الحين ما شاء الله. شوف معك هالموتر الزين، كل عزم تعزم وذبح ذبايح. يعني لا تواخذني يا خيي، ترى بو سؤال يقرقع بقلبي. هالحين انت شيخ ولا تاجر ولا وش تبيع ولا وش وضعك انت؟ والله يا ابن الحلال انا لا تاجر ولا شيخ، انا طرطنقه على باب الله. شغلتي اروح للمقبره، ولا لقيت اللي متوفين زوجه وتاجر سويت اسوات عرست عليه وانبسطت، وهذه اموري كلها. اثر ذا شغلك. لا بعد وبشرك عندي ثلاث ارامل كل رجالهن تجار، وانبسطت بحلالهن. سانت خبر لي وحده الرابعه تكفى، والله اني لا اعطيك عموله. عمولة تنتفخ جبهك يا هرش قريح يا هرش الحمير. لا أتكلمين ولا تسلم علي ولا تشوف وجهك. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله.